سيقدم الأستاذ هاني حلاوي موقفا تعليميا في تحليل التوافقي في تطبيقات على الأشكال الهندسية في المثلثات. تفضل أستاذ. مرحبا بكم، نتابع في حل المسائل التي تتعلق بالتعداد على الأشكال الهندسية. في الشكل المرسوم جانبا لدينا 6 مستقيمات تتلاقى في نقطة واحدة، تقطعها 5 مستقيمات أفقية متوازية. المطلوب احسب عدد كل المثلثات المختلفة في الشكل. كما ذكرنا، من المفيد البحث عن أسلوب عملي للحصول على الأشياء التي نريد تعدادها، أي في هذا الشكل ما هو الأسلوب العملي للحصول على مثلث؟ نلاحظ أنه عندما يتلاقى مستقيمين من المستقيمات المتلاقية في الرأس مع مستقيم أفقي سيتشكل لدينا مثلث. أيضا هنا لدينا مستقيمين من المستقيمات المتلاقية يقطعهما مستقيم من المستقيمات الأفقية، أيضا سيتشكل مثلث. هنا أيضا مستقيمين من المستقيمات المتلاقية يقطعها مستقيم من المستقيمات الأفقية، أيضا يتشكل مثلث. وهنا كذلك الأمر، مستقيمين من المستقيمات المتلاقية مع مستقيم أفقي، وبالتالي نحصل على مثلث عندما يتقاطع مستقيمان من المستقيمات المتلاقية مع مستقيم أفقي، وبالتالي عدد كل المثلثات المختلفة في الشكل هو عدد الأساليب المختلفة لاختيار مستقيمين من المستقيمات المتلاقية ومستقيم من المستقيمات الأفقية. عدد طرق اختيار مستقيمين من المستقيمات المتلاقية هو توافيق 6-2. إذن لدينا 6 مستقيمات متلاقية نريد اختيار مستقيمين منها، وعدد الطرق هو توافيق 6-2. أيضا يوافق كل طريقة من طرق اختيار المستقيمين المتلاقيين 5 طرق لاختيار المستقيم الأفقي، حيث لدينا 5 مستقيمات أفقية متوازية. استنادا إلى المبدأ الأساسي في العد، سيكون عدد كل المثلثات المختلفة في الشكل هو توافيق 6-2 ضرب 5. توافيق 6-2 هي 6 ضرب 5 على 2 ضرب 5، الناتج هو 75. إذن لدينا 75 مثلث مختلف في هذا الشكل. نتمنى الفائدة وشكرا لحسن المتابعة.